السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الشعب الأندونيسي الكبير، أنا الشيخ نظام خالد النجار إمام مسجد استقلال أندونيسيا الكبير، وأعبر عن خالص شكري لمؤسسة دار السلام التي تقوم بجهدها العظيم، ونحن الآن في بناء القبة الرئيسية الكبيرة التي نرجو أن تصل لنا تبرعاتكم لإتمام هذا الصرح العظيم التي نرجو أن نصلي فيه قريبا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو قدر مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. نعبر لكم نحن إخواننا في غزة أننا شعب واحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصلي سوياً ومعاً قريباً في هذا المسجد.